التواصل مستمر أيها الإخوة. اللقاء الأجمل دائما في سباق الفهد. الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الذاير 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 الله. السبوق قال الله يخليها. الشاعر يقول ولكن أنا أقول الذاير الله يخليها. ظهرت سرعة من اللمة لو العصاصيدة ولا تيها. يا الحمير روحها في السير مهتمة وعيبة نشلت يديها والمدحت المدح في حلة. برق على المركز الأول. شوطنا الثاني في مجموعة هذه الأشواط يحمل هو الرقم 2 في شوطنا الأول للجعدان. أيضا خليفة بن عبيد من خليفة العبيري. هناك هياض يا أهل الجعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه. هناك خليفة بن عبيد أو حميد بن عبيد بن عبيد بن محمد النعيمي. بينما اللي في المركز اللي في المركز الثالث مشكور وتعود ملكيته محمد عبد الله بشعيد الشمطي الكبير. بينما اللي في المركز الرابع حد يعطينا عن معلومة. ولكن أكتفي بالثلاث اللي بهنسان اللقاء اللقاء الجميل اللقاء الودي في شارة الفهيدي في سباق الفهيدي. ما شاء الله تبارك الرحمن. غير النعيمي على المركز الأول هياض أحمد بن عبيد بن عبيد بن محمد النعيمي. المركز الثاني برك خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. التسعيرة دائما تأتي بتوجيهات أصحاب السمو الشيوخ. المركز الثالث مشكور ومحمد بن عبد الله بن سعيد الشمطي. حيد النجيب اللصاصي يسبق عصاته وسط الافطان مرفوق من بيع البحراسة. اللي انبغى طلبه وصفطان يا النعيمي ويا الشمطي ويا الحميري. ثلاثية تحتمل هذه القبضة. هياض سجون المركضة. ولكن برق أيها الإخوة برق. شفت برق اللاع صوب الخوانيج بالاتجاه الغربي للمرة الثانية. الذاير من يستفتح شارة سباق الفهيدي. خليفة عملاقا للتاريخ القديم والجديد. عملاقا أيها الإخوة دائما في رياضتنا العربية الأصيلة. ده خليفة بن عبيد بن خليفة العميري. المركز الثاني هناك هياض حميد بن عبيد بن عبيد بن محمد النعيمي. المركز الثالث مشكور ومحمد عبد الله الشمطي الشتبي. المركز الرابع اللي في المركز الرابع عندك يا اللجنة عندك يا عامر دخيلك. فكني منه دائما. كمبيوتر الخليج والعلاقة دائما هنا مع ابو ميرة. دقيقتين 9:61 جزء من الثانية. الله ياهو شوط ياهي قوة ياهي اثارة ياهي جموع ياهو حضور ياهي اسامي اتت من شتى ميادين الدولة حاضرة لهذا اليوم الفهيدي لهذا المسمى الجميل في احد المناطق الجميلة في امارة دبي الحبيبة في امارة دبي الغالية. تهانينا والناموس.